السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على زيت الاساس ديال الخزامه. زيت الاساس ديال الخزامه الفغي، يعني فغي ضروريه انني نقولها. زيت الاساس ديال الخزامه هو واحد الزيت اللي تيتم استخلاصه من نبته الخزامه. هو زيت اساسي. فاش نهضروا على زيت اساسي تياخذنا لهذا العقل ديالنا، لاننا كيفاش غنفرقوا ما بين زيت اساسي ديال الخزامه وزيت طبيعي ديال الخزامه. زيت اساسي ديال الخزامه تيزيد على الزيت الاساسي ديال الخزامه هو انه تيكون مركز وتيكون مقطر وتيكون يعني التركيز ديالو عالي بالنسبه للزيت الطبيعي. هو هذا الزيت الاساسي ديال الخزامه كان في القديم كانوا تيعتبروه كدواء طبيعي، وكان لما له من تاثير ايجابي على الصحه الجسميه ديال الانسان والجماليه ديالها. هذا الزيت ديال الاساسي ديال الخزامه عنده منافع كثيره للانسان. نذكروا من بينها بعض المنافع يعني الصحيه، يعني الصحيه للجسميه بالنسبه للبشره والشعر، ولا لصحه النفسيه الانسان. كذلك تيصلح للهواء. ومن بعد غادي نهضر لكم على الناس اللي ما خاصهمش يستعملوا هذا الزيت الاساسي ديال الخزامه. ونبداو دابا نهضروا على الزيت الاساسي ديال الخزامه فيما زعما فاش ينفع الانسان في الصحه النفسيه ديالو. بالنسبه للصحه النفسيه ديالو، بعدا نوريكم الشكل ديال هاد النوع ديال الزيت الاساسي اللي تنبيع في الباغا عندي، يعني 100% طبيعي ما مخلطش بالالكول. عباره عن زيت اساس اللي هو فغي، يعني من الاول حتى الاخر طريقه طبي. زيت الخزامه ديال الاساسي ديال الخزامه وي الاسونسييل دو لافونت فري، هو واحد الزيت اللي ينفع بزاف لهذا الصحه النفسيه ديال الانسان. هو انه تيعلي المزاج، يخلي المزاج في احسن مرتاح، وهذا والانسان تيكون تيحس براسو ملي تيشم هذه الرائحه ديال زيت الاساس ديال بعض القطرات من زيت الاساس ديال الخزامه. تيكون يعني تيخلي الجهاز العصبي ديالو هادئ وغولاكسون، تيغولاكسي. كذلك هو واحد عنده بزاف ديال المنافع على الناس اللي تيتوتروا بزاف، الناس اللي تيحسوا بريوسهم عصبيين، الناس اللي تيحسوا بريوسهم يعني مزاجيين، تيحسوا بريوسهم اي حاجه تقدر تاثر فيهم سلبيا. ملي تيشموا هاد القطرات ديال زيت الخزامه تيحسوا بريوسهم ايجابيا، وتيحبوا الحياه، تيحبوا انهم يكونوا سعداء. طريقه الاستعمال باش نوصلوا لهاد الميزات اللي فيه على الصحه النفسيه، وان الواحد تيدير قطرات من هاد زيت الاساس في المخده ديالو، في الوساده فين تينعس او المكان اللي تيكون جالس فيه، ولا ملي تيبغي يستحمم في يعني ياخذ حمام تيدير قطرات في الماء باش يحيد داك الارق وداك التعب الاجهاد اليومي. كذلك ممكن ان الواحد يديرو يبخر به المكان اللي جالس فيه، يعني في الماء يدير قطرات يخلي داك البخار يطلع، تيعزز داك المكان بواحد الطاقه ايجابيه، وتيقتل الحشرات لانه الدور ديالو مهم بزاف لقتل الحشرات وتنظيف المكان من الحشرات. ايضا منين الانسان تيشم هاد زيت الاساس ديال الخزامه تيحس بانه مرتاح نفسيا، وتيقوي النظر. في هذيك الحاله تيقوي النظر، تيحيد الالم لي دولور، الالم اذا كان في الاذن كذلك ملي تيتم يعني داك البخار تاثر ايجابيا على بزاف ديال المسائل. الناس اللي تيعانيو من ميغرين، الناس اللي تيعانيو من بعض الامراض اللي هي نفسيه، وهذا هو في طريقه الاستعمال ديالو يعني في الاستنشاق ديالو تاثر ايجابيا على صحه الانسان.
من بعد غنهضر لكم، دابا غنهضر لكم على التأثير ديالو الإيجابي على الصحة الجسمية، يعني البشرة، بشرة الإنسان وشعر والشعر. بالنسبة للبشرة، هو من الأحسن أنه يتخلط مع زيت طبيعي، وأنا تنفضل أحسن زيت يتخلط معاه زيت أساسي الخزامة هو زيت الجوجوبا، لأن ملي تنخلطو زيت أساسي الخزامة مع زيت طبيعي جوجوبا تتكون المنفعة أكثر اكثر، يعني تينفعنا اكثر، تينفع الجسم ديالنا اكثر. بالنسبه للحروق، شي حد لا عنده شي شي شي, شي بلاصه محروقه ولا هذا، تيشد قطرات من زيت الخزامه تيقطرها في داك المكان اللي فيه اللي محروق. تيتم تركيب الكولاجين، الكولاجين هو الهرمون اللي كنا هضرنا عليه سابقا، مما يؤدي الى شفاء الانسجه ديال داك المكان المحروق. هو تيصلح انه مهدئ للبشره التي بها مشاكل، والبشره الحساسه مريح، تيريح البشره، تيحيد من هذاك لو ستريس. الناس اللي عندهم الحبوب فشي تيديروا هاد زيت الاساس الخزامه مع زيت طبيعي وتيديروه في البشره ديالهم، ما تيخليش الحبوب يخرج، يعني تيخلي المكان طاهر. داك البكتيريا ودوك الفطريات اللي ممكن انهم يديروا لي بوان نوار ويديروا اوساخ، يعني اشياء ما زويناش فيها دي بروبليم للبشره، هو ما تيخليش داكشي انه يتكون. زيت الاساس ديال الخزامه مهم بزاف، ايضا لهذا الشعر، فروه الشعر الراس، ما تيخليش البكتيريا انها تكون باش تجي ديك الحكه، هو تيحارب ديك الحكه اللي تجي للانسان في الشعر ديالو. تيعزز النمو ديال الشعر، يعني من هذا تيبدا يتكاثر الشعر ملي نشقو زيت الخزامه مع زيت طبيعي. وزيت الخزامه يعني الوحيد اللي في الزيوت الاساسيه اللي نقدروا اننا نحطوه مباشره على فروه الراس ديالنا، باش من بعد الغسيل، باش الناس اللي تيعانيو بان شعرهم ما تيطوالش تيولي طوال مع هاد زيت الخزامه هذا، وتي ما تيخليش الصلع يجي، يعني تيقاوم الصلع، تيعالج مشاكل تساقط الشعر، عنده منافع كثيره على الشعر، يعني اي مشكل كاين في الشعر هو تيقدر انه يعالجه. بالنسبه لهاد الزيت الاساسي ديال الخزامه، انا تنصحكم باش تاخذوه، يكون فغي، يكون 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 يعني من المصدر ديالو، يكون من مكان موثوق منه، لان كاين زيت اساسي ديال الخزامه اللي تيكون مخلط بالالكول تاثر سلبيا على صحه الانسان. ودابا غادي نهضر لكم على الناس اللي ما خاصهمش يستعملوا زيت الاساس ديال الخزامه. بالنسبه للمرضى السكري، يعني من الاحسن يبعدوا على هاد زيت الاساس ديال الخزامه. كذلك الناس اللي عندهم حساسيه من نبته الخزامه، من الاحسن حتى هما يبعدوا على الزيت الاساسي ديال الخزامه، لانه تيقدر يسبب لهم غثيان او يسبب لهم قيء حشكم او يسبب لهم صداع. والناس العاديين راه مزيان ليهم، يعني اللي عندهم صداع الراس، اللي عندهم مشاكل كثيره، راه تيعالجهم الا هاد الناس هادو اللي عندهم المرضى السكري، وكذلك الناس اللي عندهم هذا، اللي عندهم حساسيه من نبته الخزامه. حاجه اخرى، ممكن ان الانسان يشربوا في الماء، يعني يدير قطره واحده في الماء ويشربها، عنده منافع داخليه صحيه، تيصلح لهذا الناس اللي عندهم روماتيزم، تيهدأ لهم دوك المشاكل ديال الالم ديال الروماتيزم. كذلك الناس اللي عندهم التهاب الحلق والحنجره تيصلح لهم، غير هو تكون قطره واحده، يعني الواحد ما يكثرش على قطره واحده. ونتمنى انني نكون وصلت لكم بعض المعلومات اللي تنفع الصحه، وشكرا.